عليكم. معاكم دكتور الصيدلية محمود قريطم. ناس كتير بيعانوا من الانيميا، وطبعا حضرتك عارف الانيميا دي اسبابها كتير بس مشاكلها خطيره وكبيره، والمفروض ياخدوا مكملات تحتوي على الحديد بس بيخافوا من الحديد، خايفين ياثر على المعده يتعب لهم المعده، خايفين يعمل لهم امساك ياثر لهم على الكبد، فما بيرضوش ياخدوا المكملات اللي بتحتوي على الحديد. طيب وبعدين الحل ايه؟ يسيبوا نفسهم كده؟ لا طبعا، ده الانيميا هتؤدي لمشاكل خطيره كبيره. عشان كده جبت النهارده جبنا لكم منتج فعال ومتميز في ماده جديده موجوده في السوق المصري، اللي هي ماده اللاكتوفيرين، ودي موجوده في اكياس برافو تين. زي ما حضرتك شفتوا اكياس برافو تين دي فيها لاكتوفيرين. اللاكتوفيرين ده الميزه اللي فيه ان ما بتعبش المعده، ما بيسببش ملل القيء او غثيان، يعني خفيف على المعده وبسيط وسهل الاستعمال، مجرد اكياس بندوبها في ميه وطعمها جميل، طعم البرتقال. الاكياس دي بتحتوي على اللاكتوفيرين، زي ما قلنا اللاكتوفيرين ده بروتين طبيعي عباره عن 30% منه حديد مشابه للحديد، و70% بياخدوا الحديد الحر اللي في جسمنا ويحولوا هيموجلوبين، فبيزودوا نسبة الهيموجلوبين فترة وجيزة حوالي شهر، ما بيقعدوش بقى زي بقى ايه مكملات الحديد اللي بتقعد 3 شهور، فطبعا دي ميزة كويسة جدا. طيب يا دكتور، بيصمم لأي فئة عمرية؟ لأي فئة عمرية، من أول ما الإنسان يتولد بيستعمل من عمر يوم، أول يوم في الولادة بأمان تام وفاعلية، كان بيستعمل في حمل ورضاعة بأمان تام وفاعلية تام. اللاكتوفيرين كمان لقوا انه بيحارب السرطانات، وكمان قوي جدا لجهاز المناعة، وبيحارب العدوى البكتيرية والفيروسية، وبيساعد في التغلب على الانيميا لأي سبب كان. طيب جرعته ازاي يا دكتور؟ بالنسبة للناس الكبار باخد كيس على ربع كوباية مية او عصير، مرة الصبح أو مرة بالليل قبل الأكل بساعة أو نص ساعة، وممكن ناخد كيسين مع بعض مرة في اليوم قبل الأكل بساعة أو نص ساعة وخلاص على كده، وامشي عليها شهر. طيب لو أطفال، لو طفل من عمر يوم لغاية سنة باخد نص كيس مرة في اليوم على ربع كوباية مية. طيب لو من سنة لتلات سنين باخد كيس واحد في اليوم برضو قبل الاكل بساعة او نص ساعة. طيب في حالة الحوامل المرضعة، الحامل في اول شهر ممكن ناخد كيسين مرة واحدة في اليوم قبل الاكل بربع ساعة، او ناخد كيس مرة صبح ومرة بالليل، ومن الشهر الثاني التاسع باخد كيس مرة واحدة في اليوم. بالنسبة لو واحدة بترضع اخد كيس مرة صبح ومرة بالليل في وقت البالغين مدة شهر، او كيسين مرة واحدة في اليوم قبل الفطار بساعة او نص ساعة. طب لو في حاله الانيميا بقى الشديده بقى، وانا مضطر اخد حقن الحديد، طب انا خايف حقن الحديد تعمل حساسيه، ناس عندها حساسيه من حقن الحديد، او كمان ممكن مش متقبلين الحديد ده لاي سبب، ما بيحبوش الحقن اللي في الوريد، ممكن ناخد اربع اكياس على كوبايه ميه او لبن مره واحده في اليوم وامشي عليها اسبوعين، وبعد كده اكمل بكيسين مرة واحدة في اليوم برضو قبل الاكل زي ما اتفقنا لمدة شهر. كمان الاكياس دي ممكن تساعد الناس اللي عندهم فيروس بي او فيروس سي وبيجي لهم انيميا نتيجة الفيروس، امان وبتصنع بامان وفاعلية تامة. الاكياس دي طعمها جميل جدا ومتميز، وانا النهاردة هجربها معاكم. الاكياس دي زي ما حضراتكم شايفين اهو، كيس ببساطة وسهولة، مش هتقول لي بقى ولا كبسولات حديد ولا حبوب حديد تتعب المعده ولا اي شيء. اهو هذا الاكياس زي ما حضراتكم شايفين، اهو هفضيها على نص كوبايه الميه او ربع كوبايه الميه وهقلبها كويس، بتدوب ببساطه وسهوله جدا جدا جدا، اهي كده انا دوبتها اهو، وبالهنا والشفا. خدوا بالكم الانيميا بتاعتكم، لازم تهتموا بصحتكم ونفسكم،
يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.